صدقني اللي بتمر بيه انا بمر بيه زي ما انت بتمر بيه، وغيري وغيرك كتير بيعدوا بيه. الضيق والاكتئاب وقله الحيله بلوا من بلاوي الدنيا اللي كل واحد فينا ليه نصيب فيها، ولسه اللي يعيش ياما هيشوف. مش قصدي اسودلك اكتر ما هي مسوده، بس انا عايز افرق له نقطه. اللي انت بتحسه ده كلنا بنحسه، بس بقى تختلف نظره كل واحد فينا عن التاني. ازاي بقى بيسيس نفسه عشان يخرج من ده؟ في اللي بيقلب الترابيزه اول ما الدنيا تحط عليه، وياخد جنبه ويقبل بالامر الواقع، ويفضل يشف في ظروفه وفي اللي يعرفه، وكل ده بس عشان حاجه عابره، كانهم شويه اجي بوظوا له الدنيا اللي كان عايش فيها. شويه ريح بس يعملوا فيك كده؟ بالله عليك ده عقل برضه. وفي وده اللي عايزك تعمله، في اللي بيحاول يشوف الصوره من على بعيد شويه، بيحاول يشوف الصوره الكبيره ويخرج من حدود نظرته الضيقه، ويفكر يا ترى اللي بيحصل لي ده يحصل لي كده والسلام؟ معقول؟ معقول بعد خير اللي انا عايش فيه ده كله، صحه واهل ومأوى وراحه بال، واخسر نفسي عشان مشكله عابره؟ اكيد ربنا خلقني بالنعم دي كلها وحطني في الظروف دي لسبب، اكيد ربنا قدر عليا ده عشان عايز يطلع مني حاجه. من هنا بقى تعال احكي لك ليه ربنا بيقدر علينا الشر، او اللي بيتهيالنا انه شر بس هو مش شر ولا حاجة، ده خير لينا. بص، أول حاجة احنا مش عايشين في دار جزاء، بمعنى احنا مش عايشين في الحياة عشان ربنا يفضل يكافئنا على الحاجة الحلوة اللي بنعملها أو يعاقبنا على الحاجة الوحشة اللي بنعملها. ده مكان يوم الأيام يوم ما نقف قدام ربنا، لكن احنا عايشين في الحياة دي في امتحان، وهنفضل قاعدين في الامتحان ده لغاية لما نموت. امتحان ربنا بيشوف فيه مين اللي هيصبر وهيتعب في انه يبقى الأحسن، ومين هينكر الخير اللي هو عايش فيه ويبص بعيد وينسى يبص تحت رجليه، مين اللي وقت ما هيتزنق هيروح يتوب وينوب لربنا ويقف واقفة راجل ويتحمل ويقول أنا لها، ومين اللي أول ما يعرف مشكلة يعمل زي العيال الصغيرة اللي اتغلت منها لعبتها وتفضل تعيط طول النهار عشان لعبتها اتغلت منها. أنت لو بصيت بعيد مطرح ما رميت السنارة ما كنتش خدت بالك من السمكة اللي تحت رجليه. ففوق ركز كده، اللي أنت فيه ده خير ليك عشان قدام، التلاقيات بتطلع أحسن ما فينا وبتخليك تشوف الحياة والعلاقات بزاوية تانية أحسن وأعمق. التلاقيات مهما كانت، صاحب قل معاك، خسرت الشقة عمرك، مش عارف تحقق اللي بتيجي وراه، الدنيا ملطشة معاك ومش عارف ترسي على بر، بنت كنت بتحبها من قلبك وسابتك، كل ده مش حاجة والله جنب إنك تخسر دينك وآخرتك وربنا قبل كل ده. كل اللي عايز اوضحه لك بمعنى انك لو شفت الوحش دلوقتي اعرف ان ربنا شايل لك الخير قدام، ايا كان بقى، في زوجه صالحه، في مصلحه كويسه تجيب منها فلوس، وصاحب جدع ما يتعوضش. خليك متفائل بالخير دايما وثقتك بربنا. ولو عايز تضيفني فيسبوك يا سيدي ضيفني، انا سايب وقت الفيسبوك التاني تحت في الديسكريبشن، وانا هرد على كله ومش هسيب حد لانكم كلكم زي اخواتي. وما تنساناش باللايك والاشتراك عشان يوصل لك كل جديد. وبس كده، ويلا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.